تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وإن شاء الله يسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. أرحب فريق العمل وياي. قبل ما أذكر بأرقام التواصل، في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. صبحكم الله بالخير جميعا. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم مواضيعنا بتتطرق طبية وصحية، وعندنا مثل ما عودناكم كذلك الفقرة التوعوية وفقرة السوشيال ميديا، واليوم كذلك مستمرين في فعاليات جايتكس. بنبدأ مثل ما عودناكم بفقرة السوشيال ميديا ويانا أختنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك على كل المستمعين. حابين نتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها. في أشياء وايد حلوة نحن طقناها يوم أمس في جايتكس. نعم. من ضمنها النظام التطوع في منصة المبادرات المجتمعية. فالحين بيكون في فرصة حتى للجمهور، لأن دائما يقولون نبغى نتطوع عندكم، نبغى نسوي برامج، نبغى نشارككم. فالمجال مفتوح الحين إن شاء الله، أطلقنا البوابة أو المنصة للموظفين وأيضا للجمهور. ممتاز. أيضا من ضمن المشاريع اللي أطلقناها هو مشروع اسمه الجناح الأخضر. نعم. الجناح الأخضر هو من يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في من خلال طيارة الدرون، ويشوف شو المساحات اللي فيها انبعاث حراري عالي ويسوي الحلول ويطبقها من خلال الزراعة وغيرها، وهذا عشان تقليل انبعاثات وغيرها اللي تصير انبعاثات الحرارية، وأيضا لاستدامة البيئة. هذا مشروع بيئي بحت. ممتاز. ونختمها بالرسالة الصباحية: لا تكثر من لوم نفسك عند الخطأ، بل تفكر في كيفية تصحيحه. مشكلتنا نضيع وقتنا بس نلوم نفسنا ونلوم نفسنا ونلوم نفسنا، ناس وصلوا ونحن بعدنا نلوم. صحيح. فنتمنى أن الواحد ممكن يغلط، لكن لا تكثر لوم نفسك، بس يعني لا تبالغ. ودمت بصحة وسعادة يا أسماء. أسماء الجناحي شكرا لك. مستمعينا هاي كانت فقرتنا لاهتمامات السوشيال ميديا، وعندنا مثل ما عودناكم الفقرة التوعوية، واليوم بنتكلم أكثر عن أطعمة تزيد الوزن بطريقة صحية. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ثريا التميمي. صباح الله بالخير ثريا. صبحت الله بالنور دكتورة عاشة. أهلا. اليوم صراحة الموضوع جدا شيق بخصوص الأطعمة اللي تزيد الوزن. صحيح. الأطعمة اللي تزيد الوزن، بس الجميل أنه بطريقة صحية، ونفس ما قلتي عكس اللي الناس تسأل فيه. بس ترى في ناس وايد كذلك تسأل عن أشياء تزيد الوزن، أو نحن دائما كأطباء أسرة عيونا نحن نحتاج فيتامينات تزيد الوزن، فكلمينا أكثر عن الموضوع. طبعا نحن اليوم بنتكلم موضوع مهم جدا، اللي هو كيف ان احنا نزيد وزننا، او الطرق الصحيه ان كيف ان احنا نزيد الوزن. قبل ما نحن نحكم اني انا المفروض اني ازيد وزني، لازم انا اسال نفسي هل انا بالفعل وزني منخفض او عندي نحافه.
هذا الجواب طبعا يكون عن طريق طريقتين. أول طريقة الأولى هي معدل كتلة الجسم أو دليل كتلة الجسم مثل ما نحن نعرفه اللي هو الوزن على المربع الطول، يعطينا نحن هل أن نحن في أي فئة ننتمي، هل زيادة الوزن وزن الطبيعي وما إلى ذلك. بالنسبة للأطفال عندنا طبعا منحنيات النمو، لأن تعرفين الأمهات وكذي دائما يقولون ولدي ضعيفة لبنتي ضعيفة، فلازم يرجعون عند الطبيب المختص على أساس يحدد لهم هل هم في نحافة صح ولا لا، أو بالنسبة للبالغين نفس الشيء. أنا اليوم بتكلم عن الأطعمة الصحية أو الطرق الصحية لزيادة الوزن. عندنا أول شيء، أول نقطة مهمة هي تقسيم الوجبات إلى 6 وجبات صغيرة، لأن غالبا اللي عندهم نحافة وعندهم نزول في الوزن دائما يحسون بالشبع بسرعة. فتقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة وإضافة بعض الأطعمة اللي هي عالية في السعرات الحرارية لهاي الوجبات. من هاي الأطعمة أولها النشويات طبعا، مثل العيش، مثل الخبز، مثل المعكرونة، مثل البطاطا، نضيفها على الوجبات. عندنا الأطعمة اللي هي عالية في البروتين، الأطعمة اللي هي عالية في البروتين بتهم جدا في زيادة الوزن، لأنها مثل ما نعرف أن البروتين يسهم في بناء أنسجة العضلات، وبالتالي بيساعدنا أن نزيد وزننا بطريقة صحية. منها طبعا البروتينات اللي هي اللحوم والدواجن والأسماك، وعندنا البقوليات، وعندنا أيضا البيض، وعندنا الحليب، منتجات الحليب اللي هي كاملة الدسم. لأن كوب الحليب تقريبا يعطينا 150 سعرة حرارية، فممكن نحن نضيف الحليب كامل الدسم، ممكن نحن ندخله حتى في نسويه كمخفوق مثل ما يقولون، أو شيكس يعني مع الفواكه، ممكن نحن ندخله في الشوربات عشان نزيد من السعرات الحرارية ونرفع البروتين فيه. صحيح. عندنا ممكن نحن نضيف أغذية عالية في الدهون الجيدة اللي نفس ما نحن نعرف مثل الدهون الجيدة مثل الأوميجا 3 اللي موجودة في الأسماك، ممكن نضيف الفواكه العالية في الدهون الجيدة مثل الأفوكادو، نصف حبة أفوكادو طبعا تعطينا تقريبا 130 سعرة حرارية. عندنا المكسرات فيها دهون جيدة مثل الجوز، مثل اللوز، مثل الفول السوداني. عندنا أيضا الزيوت مثل زيت الزيتون، ممكن نحن نضيفه على اللبنة، ممكن نضيفه على السلطات. فهذه تقريبا الأغذية اللي نحن نقدر أن نضيفها. ممكن نحن حتى نضيف العسل لتحلية، سواء كان تحلية الحليب أو تحلية أي نوع من أنواع المشروبات. في بعض العادات الأساسية المفروض أن يحاول أن الواحد يزيد وزنه يتجنبها. عندنا في العادات الغذائية الخاطئة، مثلا شرب السوائل قبل الوجبة مباشرة، المفروض أن الواحد ما يشرب سوائل عشان تكملي معدته وما بيقدر ياكل زيادة. نعم، البدء بالسلطات مثلا، في وايد ناس يبتدون، احنا ننصح الناس اللي يبون يزيدون وزنهم يبتدون بالسلطات والشربات، بس هني العكس، نقولهم لا تبتدون بالسلطات والشربات، ابتدوا بالوجبة الرئيسية الأساسية على أساس أنكم تأخذون كفايتكم منها، وبعدين نخلي السلطات حق آخر شيء. ممكن إضافة الروب مثلا إلى الوجبة، وإضافة حتى البقوليات. بعد من ضمن الأشياء الابتعاد طبعا النوم الكافي مهم جدا، مهم جدا إن إحنا نرقد كفاية. النوم الكافي يساعد أيضا مش بس لزيادة الوزن، حتى لنزول الوزن، لتعديل معدلات الضغط والسكر والكوليسترول. النوم الكافي مهم جدا، الابتعاد عن الضغوطات النفسية، مثل ما نعرف الضغوطات النفسية تساعد على زيادة الوزن وتساعد على نزول الوزن. صحيح، الاثنين وعلى شخصية كل واحد. نعم، على شخصية كل واحد. هي في ناس يوم يزعلون يأكلون، وفي ناس يوم يزعلون الأكل بعد. وفي عندنا طبعا نقطة مهمة هي عن ممارسة الرياضة، يعني متداول الرياضة تنزل من الوزن، بعد الرياضة تراها تساعد على تساهم في زيادة الوزن، ولكن لازم أنا أختار نوع الرياضة الصح. يعني مثلا الرياضات اللي تساعد على حرق الدهون مثل الكارديو، مثل التريدميل اللي هو الجري، وهالأشياء أوريدي تساعد على نزول الوزن، فيفضل اختيار الرياضات اللي هي مثل المقاومة، مثل رفع الأثقال الخفيفة، مثل البوشاب، مثل هاي الأشياء تساعد أيضا على بناء البروتين وبالتالي ترفع من الوزن. وأيضا الرياضة لها دور مهم أصلا تشجع أو تنشط الجوع طبعا، فالواحد بيحس بالجوع زيادة وبالتالي بيروح يأكل وجبة عالية في السعرات الحرارية وبالتالي بيكسب وزن. صح صحيح.
وهي نقطة جدا مهمة، وشكرتش انك ذكرتيها ثريا بخصوص ممارسة الرياضة، لان ناس وايد في بالها الرياضة بس بتنزل وزني، فيمكن خاصة الناس اللي تبغي تزيد وزنها فما تبغي تمارس الرياضة او تتحاشى الرياضة او الحركة عشان بس زيادة الوزن. بس نفس ما ذكرتي في انواع للرياضة، وانواع الرياضة في انها تزيد الوزن مو بانها بتزيد، يعني بتزيد كتلة العضلة او بتقوي العضلة اكثر وبتزيد كتلة العضلة، ما لها دعوة بالفات أو الدهون اللي موجودة. صح. وفي بعد نقطة مهمة، أنه يعني لازم أنا أعرف السبب ليش أنا وزني نزل، لازم يكون هالسبب، ممكن تكون أسباب طبية، ممكن تكون أسباب مرضية، ممكن مضاعفات لأشياء أخرى. فلازم إحنا دائما ننصحهم أن يجئون يسوون الفحوصات الدورية عشان نعرف السبب. وهذا السبب إذا عرف، يمكن ساعات هذا نزول الوزن يكون مؤقت، بمجرد ما أنا عالج هاي المشكلة بيرد الوزن طبيعي أو بيرد الوزن نفس ما هو. ممكن تكون أسباب في المعدة، ممكن تكون قصور في بعض الإنزيمات الهاضمة، أو هاي الأشياء كلها طبعا اللي بيجاوبهم الطبيب المختص بعمل الفحوصات الدورية. صحيح صحيح، كلامك صحيح، لأن أسباب وايدة تنزل الوزن وتخلي الوزن، وحتى لو ابتدى الشخص يأكل أو يزيد في أكله بعد الوزن بيكون لأن في مرض أو في شيء طبي يعني موجود يحتاج علاج. بيكون كمؤقت، إنه بيزيد وبيرد مرة ثانية ينزل. مهم جدا عدم الانصياع طبعا للإعلانات اللي تعلن عن بعض المنتجات وبعض الخلطات اللي تكون مجهولة الهوية، غير معروفة، مب عليها دراسات، الواحد يلجأ لها في زيادة وزن سريع وبالتالي يسبب له مضاعفات أخرى. فلازم الواحد إذا يبغى ياخذ، إذا لجأ طبعا هالمكملات الغذائية آخر شيء نحن نلجأ لها، بس يلجأ للمكان الصح، وتكون هاي المكملات معترف فيها مصرحة من وزارة الصحة، أساس يبتعد عن أي مضاعفات أخرى تسبب تدهور في صحته. ثريا صراحة موضوعنا اليوم جدا مهم، ويمكن نحتاج بعد نرجع نتكلم فيه أكثر وأكثر في حلقاتنا الجاية إن شاء الله. نشكرك على الموضوع وعلى طرحه بهذه الطريقة. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ثريا عوض التميمي، شكرا لك. العفو العفو. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية بخصوص الأطعمة اللي تزيد الوزن بطريقة صحية. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنتابع اليوم فعاليات جايتكس والتطبيقات اللي تعرضها هيئة الصحة بدبي في جايتكس ومشاركتها في هذا المعرض. تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بمعرض جايتكس 2019 المنعقد حاليا بمركز دبي التجاري العالمي تطبيق مايند سباير. وللحديث عن هالتطبيق يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف السيد محمد شبيب، أخصائي مركز الابتكاري هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ محمد. صحك الله بالنور والسرور دكتور عائشة. مشكورين على البرنامج الجميل هذا، ونشكر إذاعة نور دبي على عرضهم لمعرفة كل ما هو جديد في صحة دبي. شكرا وشكرا على جهودكم اللي تبذلونها لهذه التطبيقات وهالأشياء كلها اللي تتقدم خلال المعرض الحين، وخاصة في معرض جايتكس. فأستاذ محمد، ممكن تعطينا نبذة عن تطبيق مايند سباير؟ نعم، تطبيق مايند سباير هاي فكرة طلبة اللي فازوا في جائزة هاكاثون دبي. نعم. والحارزين المركز الأول. عبارة عن تطبيق، هو تطبيق يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي للهواتف المتحركة، وتطبيق يهدف مساعدة الأفراد اللي يعانون من الاكتئاب في تخفيف أعراضهم باستخدام العلاج المزاجي مع المتخصصين في الصحة النفسية والتركيز على إخفاء هوية المستخدم.
ممتاز، ركزتوا على أشياء كثيرة في هذا التطبيق، يعني اختيار المرض اللي هو الاكتئاب، لي يعني نقول نسبته كبيرة، وفي ناس يعني ما بعرف بالضبط بخصوص هذا المرض أو إذا هي متعرضة له أو لا. والأهم من هذا العلاج المزاجي اللي هو جدا مهم في هالحالات، وأكثر أهمية إخفاء يعني شخصية المريض نفسه، لأن في ناس وايد تتخوف أنها تاخذ العلاج على أساس بس حد يعرف أنها عندها هذا المرض. إذا نتكلم اليوم بشكل عام، نعم، هل المرض هذا يعني الجميع يعاني فيه، سواء أن اكتئاب من الشغل، من ظروف الحياة، فهالشيء يعني المفروض أن الواحد يعالج نفسه فيه أقرب من يعني أقرب وقت ممكن، إنه ما يتضاعف عليه أكثر. صحيح. يتلاحق على نفسه، وشيء مهم لصحة الإنسان نفسه. نعم. فلذلك إن الواحد يعني يهتم في صحته النفسية عشان إنه يقدر يستمر يعني في الحياة، أنه يقدر يمارس شغله، يقدر أنه يكون في بصحة جيدة. ممتاز، وهذا جدا مهم، وجدا أن اتطرقت لهالموضوع، وخاصة أن أبليكيشن أو تطبيق يخص هذا الشيء. بالنسبة يكون تطبيق يقدر شخص ينزله على تليفونه؟ نعم، بس هذا التطبيق حاليا تحت التجربة. نعم، إن شاء الله بالشهور المقبلة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بيتم إن شاء الله تطبيقه واستخدامه إن شاء الله إن شاء الله. والجميل أكثر أن هذه فكرة طلبة في الهاكاثون اللي كان هاكاثون دبي، واللي فازوا بالمركز الأول. هذا تشجيع جدا كبير وأهمية كبيرة، أو لو تو يعني الهيئة عطت لي الطلبة أن أفكاركم يعني تقريبا اتطبقت، وأفكاركم جدا ممتاز، وخاصة على مستوى هيئة الصحة بدبي وعلى مستوى الأشياء الطبية كذلك. نعم، دوم الهيئة حريصة لتبني أفكار طلبة أو تبني ابتكارات الأطباء في الهيئة. ممتاز، وهالشيء ممتاز، وهالشيء بيعطيهم تشجيع أكثر في الفترات الجاية إن شاء الله، لأن أفكار جديدة تطلع وتطلع. أستاذ محمد، عطنا فكرة عامة عن تفاعل الجمهور بخصوص المايند سباير، وكيف الأجواء عندكم في جايتكس؟ حضور جماهيري لافت من جميع الدول للبحث عن الجديد في عالم تقنية المعلومات، وكانوا متفاعلين ومشجعين يعرفون عن التطبيقات في منصة صحة دبي، ولدرجة أن يبغون يعملون عمل تطوعي ويساعدون يعني على نجاح التطبيقات اللي توفرها الشيء. ممتاز ممتاز. وتفاعل الجمهور طبعا هذا يعكس على يعني أهمية هذه التطبيقات اللي انعرضت خلال يعني انعرضت في المعرض في جايتكس. نعم، لأن تطبيقات في خاصة في السنة هاي الهميز وطعم خاص، هذا الشيء يساعد أن يتيح الفرص للي يعني للجمهور ان متعطشين يبغون يستخدمون التطبيقات هاي، لان شيء جديد وشيء يعني بيساعدهم وبيسهل لهم كثير اشياء. صحيح، وخاصة الأشياء والتطبيقات اللي إلها علاقة بصحة الأشخاص نفسهم، لأن الصحة لا تعوض وما نقدر يعني نقارنها بأي شيء ثاني. فهذه بخصوص كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا أستاذ محمد. أنا أتمنى أنهم يترقبون كل شيء جديد أو تطبيق الهيئة تقدمها إن شاء الله بإذن الله،
أنا أتمنى للكل صحة وسلامة إن شاء الله ويوم سعيد إن شاء الله. يومك أسعد إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ محمد شبيب أخصائي مركز الابتكاري في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا 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 لك. هذا بخصوص تطبيق المايند سباير اللي تعرضه هيئة الصحة بدبي في جايتكس 2019. ندعوكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين لزيارة منصة هيئة الصحة بدبي، زيارة جايتكس وخصوص هيئة الصحة بدبي لأنكم تشوفون عن قرب التطبيقات اللي موجودة واللي تنعرض السنة، وكل تطبيق مميز أكثر عن الثاني. وصراحة بخصوص المايند سباير فكرته كانت فكرة الطلبة في الهاكاثون في 2019، وطلع على أرض الواقع وركز على فئة معينة وفئة يمكن تكون كبيرة. وجميل كذلك أن استخدام الذكاء الاصطناعي ويكون أبليكيشنز عندي أو تطبيق عندي على الهاتف وأقدر أستخدمه. طالعين فاصل وياكم وراجعين موضوع يخص جايتكس كذلك ومشاركة هيئة الصحة بدبي، بس هالمرة بعد موضوع شيق بخصوص منصة التطوع الإلكترونية. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنبتدي بدراستنا قبل ما ننتقل مرة ثانية لجايتكس. دراستنا تقول متى يفضل التلقيح ضد الإنفلونزا. ينصح أطباء من الولايات المتحدة بالتلقيح ضد الإنفلونزا قبل بداية موسم المرض، ولكن ليس هناك ما يمنع من التلقيح ضده في أي وقت. تقول الدكتورة أميرة ناصر كبيرة أطباء Adventist Healthcare Urgent Care الخبيرة في مجال طب الأسرة في حديث لوكالة نوفستي الروسية للأنباء، يستمر موسم الإنفلونزا من أكتوبر لغاية أبريل، ويجب من الناحية المثالية التلقيح ضد المرض قبل أسبوعين من بداية الموسم لتطوير مناعة الجسم، ولكن مع ذلك يمكن التلقيح ولو في وقت متأخر. من جانبه يقول سكوت باولي من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه ينصح بالتلقيح قبل نهاية شهر أكتوبر ضد الإنفلونزا، إلا أن التلقيح بعد ذلك ممكن أيضا، ويجب أن يبقى اللقاح في متناول كل شخص طوال الموسم. ووفقا للدكتورة ناصر يمكن تأخير التلقيح إذا كان الشخص يعاني من درجة حرارة مرتفعة في حين الزكام والسعال ليس سببا عائقا للتلقيح. وينصح أطباء في الولايات المتحدة بالتلقيح سنويا ضد الإنفلونزا، ويأكدون على أن التلقيح ضد الإنفلونزا مفيد بصورة خاصة لمن بلغ 65 سنة أو أكثر خوفا من حصول مضاعفات بسبب المرض، لأن جهاز المناعة عند كبار السن ضعيف خاصة أمام الإنفلونزا، لذلك يلقحون بلقاح خاص يحتوي على نسبة أعلى من الفيروسات المعطرة بحسب الدكتورة ناصر. ويؤكد الخبراء على أنه على الرغم من أن اللقاح لا يضمن 100% عدم الإصابة بالمرض، إلا أنه ضروري حتى وإن بلغت فائدة 60% فهو أفضل من الصفر. ووفقا للبيانات الإحصائية الأمريكية يخفض التلقيح ضد الإنفلونزا عدد المرضى بنسبة 40-60%، مع ذلك لا يمكن التكهن بالنسبة اللي ستكون في السنة الحالية. هذا بخصوص تلقيح ضد الإنفلونزا. والحين يمكن في هذه الفترة بالذات لاحظنا أن زيادة الإنفلونزا، أعراض الإنفلونزا، أعراض الزكام بدأت أكثر وأكثر، لها هذه الفترة اللي يزيد فيها المرض بالخصوص لين شهر، يعني نقول شهر أبريل أو مي أو مايو، يعني أو أن نحن أصلاً نشوفه طول السنة، بس في فترات معينة خاصة من التقلبات الجوية يزيد عنا الأعراض، تزيد الأعراض وإصابة الناس بهذا الفيروس. الدكتورة ركزت في هذه
في هذه الدراسات أو في هذه حتى الموضوع بخصوص أن متى الحالة اللي أنا ما بعطي فيها اللقاح اللي هي مرات يكون عنا إذا كان الشخص عنده درجة حرارة مرتفعة خاصة بالنسبة للصغار أو بالنسبة للكبار، وهذا جدا مهم. يعني في أمهات أو أهالي بيعطي الطفل بنادول أو بيسكن الحرارة وبييبه لي العيادة عشان ياخذ التطعيم أساس أنه في وقته أو في هالوقت وبعدين ما أقدر أجله. بس الحرارة يعني حتى لو عطيت التطعيم فيها وعند الطفل حرارة أو عند الشخص الكبير حرارة أصلاً ما بيعطي التطعيم فايدة المرجوة منها. وطبعاً الحين بداية الموسم له، فالأشخاص اللي عندهم يتكرر عندهم الموضوع أو أن يتعبون من أو في السنة أكثر عن مرة، الأشخاص اللي عندهم سكري اللي عندهم ربو وكذلك كبار السن يفضل أنهم يأخذون التطعيم وما بيعطيهم. يعني في ناس 100% نقول أن ما بيهم زكام، بس حتى لو ياك زكام بيك بنسبة أقل عن إذا أنت ما أخذت التطعيم نفسه. نرجع لي بعد دراستنا بنرجع لي مشاركة الهيئة بمعرض جايتكس، وطبعا الحين بنتكلم عن شيء جدا مهم ويخص التطوع، وكلنا عارفين أهمية التطوع. والتطوع هو الجهد اللي يبذله أي شخص سواء في عمل سواء في تدريب في أي شيء بدون أي مبلغ مادي أو أي مثل ما نقول أي جزاء ثاني. بس وبنتكلم أكثر وأكثر خاصة أن دخل في شيء اسمه منصة التطوع الإلكترونية، ويانا السيد صفوان عبيد السويدي رئيس قسم إدارة الاستدامة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ صفوان. صبحك الله بالنور والسرور والعافية، وصبح على مستمعينك بالدورة، الله يحفظكم. أهلا. طبعا كلنا عارفين أهمية التطوع في طبعا في كل زمان ومكان، والحين زادت أهميته يوم بعد يوم. صحيح دكتورة، ونحن في قيادات الهيئة اليوم صحة دبي على رأس معالي حميد القطامي أو أن موضوع تطوع أولوية وطنية وليس أولوية على مستوى الهيئة. صحيح. فبناء عليه القيادات عندنا ارتأت أن تكون هناك خلنا نقول المنصات أو خلنا نقول التكنولوجيا تخدم بشكل أوسع وشكل أكبر فيها شمولية. فكان التوجه أن تكون هناك منصة كاملة متكاملة فيها الجانب أن يتم تغطية المبادرات المجتمعية وكذلك التطوعية للهيئة وضمن الهيئة في هذا الجانب سواء للموظفين الداخليين الهيئة اللي حابون يشاركون في الفعاليات على مستوى هيئة الصحة في دبي أو كذلك حتى المتطوعين الخارجيين من خارج الهيئة ممكن يسجلون في المنصة ويشاركون في فعاليات اللي متعلقة بالهيئة سواء في المستشفيات أو في العيادات الصحية أو حتى المراكز التخصصية. ممتاز. وهي مو بس يعني يعني تختص العاملين في هيئة الصحة، حتى اللي برع الهيئة. نعم بالضبط مثل ما تفضلتي، لأن مثل ما ذكرنا أن التوجه كان على مستوى دولة الإمارات وحتى من خارج دولة الإمارات. لأن نحن تجينا طلبات كانت سابقا قبل ما نطلق المنصة من أشخاص برا الدولة، طلاب وطالبات في جامعات خارجية حابون يتطوعون في الهيئة في مستشفيات الهيئة وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية أو حتى في المراكز التخصصية، يكونون طلاب طب أو طلاب تخصصين في مجالات معينة. فالمنصة هذه بتمنحهم الفرصة وخلنا نقول لشريحة أكبر من الناس اللي موجودين في دولة الإمارات، ونحن تطلعنا دوم ريادي وقيادي في خصوص هذا الجانب. صحيح. فنحن ارتئينا أن المنصة هاي بتخدم طبعا بالدرجة الأولى طبعا عندنا موظفين الهيئة اللي حابين يشاركون، وقلنا مشاركة المجتمع كذلك دولة الإمارات وحتى خارج دولة الإمارات توجهات القيادة عندنا. ممتاز ممتاز، وهذا الشيء وايد بيسهل على ناس كثيرة يعني تدور على أماكن تتطوع فيها، فبيكون جدا سهل يعني، والتشجيع بيكون أكثر وأكثر خاصة الناس اللي حابة تتطوع. أكيد، وهذا اللي نحن كان الهدف من أهداف إطلاق المنصة أن نتيح هذه القناة أن تكون متاحة للجميع
وسهلة وميسرة لهم، مجرد أنه يدخل ويسجل اسمه وبياناته بشكل عام وتفصيلي، مرة واحدة تكون التسجيل بس. بالنسبة لموظفين الهيئة يكون من الاسم اللي موجود على الكمبيوتر الشخصي في الهيئة، فيكون أبلود من السيرفر الداخلي الموجود عندنا، والمتطوع الخارجي يسجل مرة واحدة تسجيل واحد فقط، وعقب ممكن أنه يدخل على المنصة ويشوف المبادرات والفعاليات اللي حابه يكون جزء منها من ضمن الهيئة، أو حتى جزء من مبادرات الهيئة مشاركة مع خلنا نقول قطاعات ثانية، يكون نفس الشيء ممكن إذا حاب يشارك ممكن يشاركنا بعد في هذا الجانب. ممتاز ممتاز. بالنسبة لي مثل ما ذكرت، بالنسبة لموظفين الهيئة يسوي الأبلود من السيرفر الموجود عنده على الديسكتوب. هذا في رب كان بيننا وبين إدارة تقنية المعلومات في الهيئة بخصوص الموظفين الهيئة، بخصوص أن التسهيل عليهم للتسجيل فيه، لأنه موجود البيانات مالتهم كاملة وشمولية، فممكن أنه مجرد أنه يسحب من النظام ويعطي البيانات كاملة فما يحتاج التسجيل. ممتاز. مثل ما قلنا المتطوع الخارجي لا، تسجيل يحتاج المعلومات تكون موجودة. نعم، لمرة واحدة وتسجيل الأولي، وبعدين خلاص يكون عند كلمة مستخدم وكلمة مرور حسب يدخل على النظام نفسه. وإذا حب أي شخص، يعني قلنا التسجيل إذا كان خارج، يعني خارج الهيئة، من خارج الهيئة يكون على موقع الهيئة المنصة بتكون موجودة يعني ويدخل عليها، ولا كيف يقدر يدخل؟ نعم، عن طريق موقع الهيئة الرئيسي بيكون بالإي سيرفيسز بيكون إن شاء الله متاح له، ويدخل ويسجل على الإي سيرفيس ويشوف من ضمن الخدمات المتوفرة الفولنتيرينج بلاتفورم، فبيكون هناك منصة التطوع ويدخل عليها ويسجل البيانات كاملة، بعدين خلاص هو ترى سجل وبيكون هناك له كلمة مستخدم وكلمة مرور بخصوص دخوله لهذه المنصة على طول في المرات الجاية. ممتاز ممتاز، وهالشيء جدا بيساعد الأشخاص أنهم يعني على حسب وقتهم، على حسب يعني في أي مكان يقدر يدخل ويشيك على الوقت اللي يبغي أو حابب يتطوع فيه، وبيلقى عندكم الجدول كامل موجود. صراحة يعني جدا بيسهل سواء على الموظفين في الهيئة وسواء على الناس اللي خارج الهيئة، وهالشيء وايد بيشجع من ناحية التطوع ويشجع الناس أنها تدخل في التطوع أكثر وأكثر. ومثل ما ذكرتي في بداية الحديث طولة عمرك، أن في النهاية التطوع ما في شيء مردود له مادي، كل مردود المعنوي وكذلك هذا شيء داخلي. صحيح. واليوم إحنا بالقيادة الرشيدة جزاهم الله كل خير دعونا أن نكون مساهمين في المجتمع، مو مساهمة فقط أنه لمردود معين، لا. صحيح. مساهمة مجتمعية، الرد جزء للوطن بخصوص برنامج توجد الدوائر الحكومية، نحن من ضمن جزء لا يتجزأ من الدوائر الحكومية اللي موجودة في إمارة دبي. ونحن لو نشوفه يعني تطوع، حتى لو يمكن إحساس الشخص بيكون يعني بفرحته وإحساس الداخلي وفخره بنفسه يكون أكثر وأكثر من إذا كان حتى مردود مادي له، يعني خاصة بالنسبة للتطوع، يعني جميل أنك تعطي بدون أي مقابل. أكيد، وهاي الفرحة منك ما تنوصف. صحيح. الفرحة دوما بشوفين بعيونهم. صح. في الروح اللي في وقت التطوع أو في المبادرة نفسها. صحيح. سبحان الله، التفاعل الناس، تفاعل خلنا نقول مسؤول التطوع مع المتطوعين نفسهم، مع يمكن الجهات الثانية، شوفينا في موقع الحدث، في موقع بالمبادرة نفسها، فهذا الانعكاس سبحان الله، انعكاس ما ينوصف بكلمات صراحة. صحيح. صحيح. هذا أنا شفته على وجوه الناس اللي مشاركتنا في المبادرة التطوع. حتى الواحد ما بيحسب وقته، أني أنا جاي من هالوقت لهالوقت، يعني بيحس أن الوقت يمر وهو ما بحاسس حتى أنه، لأنه قاعد يعطي سبحان الله ويرد له بشيء ثاني. وهذا أروح أرد أقول شفناه بالفعل، يعني مثل على سبيل المثال مبادرة التطوع يقول ولم تبتدي مثلا الساعة 10 تعالوا شوفينهم الساعة 8:30، الساعة 8 قبله بساعتين الحدث، ويمكن الحدث مخلص الساعة 5 وتشوفين لهم لين الساعة 7 موجودين يرتبون المكان وهذا، ويعودون ويرجعون المكان مثل ما كان قبل، إذا المكان مثلا يعني ناقص من الشيء، ولا إذا سوى شيء في خلال وقت المبادرة نفسها
فيرجعون المكان مثل ما كان قبل أو يمكن ساعات أحسن. سبحان الله العطاء. نعم. سبحان الله، يعني غيره ما ينوصف، وشعورهم كذلك ما ينوصف بعد هذه الفقرة. حتى يمكن أنت تلاحظ أن يمكن حتى البريكات أو أن الراحات، الراحة خلال هالفترة يمكن قليلة تكون لهم، بس يعني عطائهم الداخلي يقطي على هذا التعب. هذا أنا شفته وبالفعل مثل ما تفضلت ولمسته في تصرفاتهم أو في أفعالهم وفي الكلمة اللي تنقال لهم وكيف تنفيذها بعد. يعني حتى مثلا الفلان نقول له، ولا الفلان نقول له يعني تسوين كذي، بدل الخطوتين تسويها الخمسة الإضافيات، مو مطلوب منها ثلاث خطوات إضافيات، بس تشوفينه من نفسه أو من نفسه ما شاء الله عليهم الحماس فيهم زاد ورغبتهم للتطوع أن يعطون من جزء، شيء غير طبيعي صراحة. ونشكرهم جميع على من هال، يعني صدق من هالمنصة أشكرهم جميع بخصوص هذه الروح، وإن شاء الله نتأمل من موظفين الهيئة إن شاء الله ومن كذلك المجتمع دولة الإمارات يشاركون في المبادرات اللي تطلقها هيئة الصحة. وخلال هالمنصة صراحة منصة التطوع الإلكتروني وايد سهلتوا على سواء الموظفين سواء اللي الفئات المجتمعية خارج، حتى نفس ما قلت خارج الدولة يقدر يدخل ويشوف شو الأشياء اللي موجودة ويتطوع فيها كذلك. بالضبط. بالنسبة حابين نتكلم أكثر عن كيف بيستفيد الراقبين في التطوع من هالمنصة خاصة في هيئة الصحة بدبي. نعم طبعا اللي بيكونون مسجلين في الهيئة وأن الاستفادة بتكون تعم الطرفين. نعم. طبعا المتطوع بتفيد الخبرة بيكتسبها خلال فترة تطوعه في المبادرة نفسها. نعم. لأن المبادرات نحن عندنا متنوعة، المبادرات الصحية، المبادرات المجتمعية، المبادرات الميدانية، والمبادرات اللي حتى تكون مع الجهات الحكومية الثانية أو حتى تحت مظلة مجلس دبي تنفيذي أو مجالس الثانية الرياضية وإلى خلافة في هذا الجانب. فالخبرة اللي بيكتسبها اليوم متطوع في عدة مجالات في يعني فترة زمنية بسيطة تكون وايد عالية، يعني بدلاً إنه ما يتطوع في مكان في جهة معينة متعلقة مثلاً بالرياضة أو متعلقة بالأمور الاجتماعية، لا نحن ما شاء الله مبادراتنا متنوعة أو ما شاء الله وكثيرة على امتداد السنة، وتدخل وتشارك مع الجهات الحكومية الثانية حتى اللي تقوم بمبادرات مجتمعية ثانية. فالنولج خلنا نقول المعرفة المكتسبة في هذا الجانب تكون كبيرة سواء إدارية أو حتى جانب طبي فيها، لأننا نحن متعرفين اليوم نتكلم عن هيئة الصحة في دبي. نعم. والأمور الطبية وإلى خلافه، فالأمور اللي يكتسبها المتطوع تكون بشكل كبير ومتنوعة إدارية وفنية وتقنية وإلى خلافه في هذا الجانب. نحن اليوم إذا يكون هيئة الصحة شو مردودة عليها نقول نحن بالعكس خدمنا المجتمع، أنه قدمنا أبنائنا وبناتنا في هذا الجانب وعلمناهم وخذنا وخلنا نقول نقلناهم لمستوى أعلى عن المستوى اللي هم حتى يمكن يتوقعونه أن يكتسبونه في جانب البرنامج التطوعي. صحيح. أستاذ صفوان، عطنا فكرة عامة عن تفاعل الجمهور اليوم خلال معرض جايتكس وخاصة عند منصة التطوع الإلكتروني. طبعا مثل ما حتى المستمعين عارفين أن جايتكس معرض عالمي ودولي. صحيح. ودولة الإمارات يعني وبالذات إمارة دبي تستقطب سنويا في هذا الجانب، ونحن اليوم هيئة الصحة ارتئينا أن نطلق هذه المنصة في وقت يتزامن مع التطورات اللي تسوي حوالينا وتسهيل على عملائنا. طبعا نحن اليوم لما طلقنا المنصة التطوع في جايتكس الصدى مالها كان قوي وما شاء الله كبير، والتفاعل ما شاء الله الناس تسأل شو هذه المنصة وكيف ممكن أن نتطوع فيها وش آلية الدخول وشو البرامج اللي موجودة فيها، وإنزين هل هي فقط متعلقة بالأمور الصحية أو متعلقة بالأمور شاملة فيها، أو أن نحن يعني ممكن أن نسجل في برنامج واحد ومرة نسجل في البرنامج الثاني، أو كيف إنزين ما تكتسبون لنا ساعات التطوع. فما شاء الله الأسئلة كثيرة من الجمهور نفسه على منصة التطوع، واللهم لك الحمد قدرنا نجاوب عليها، والإخوان موجودين ومستعدين يجاوبون حتى على الاستفسارات اللي بتكون تطرح حتى وقت لاحق إن شاء الله بعد حتى خلنا نقول معرض جايتكس من ينتهي. طبعا نحن متواجدين في المنصة نفسها، ويمكن يدخلون على موقع هيئة الصحة في دبي أو يتصلون بالكول سنتر. نعم. بخصوص أن يستفسرون عن منصة التطوع بتكون المعلومات موجودة،
وحتى يتصلون على إدارة سلامة وصحة البيئة المؤسسية بقطاع خدمات الدعم المشترك المؤسسي، ونكلمهم نحن قسم إدارة الاستدامة عن التطوع وبرنامج التطوعي، وإذا عندهم استفسارات معينة في أي وقت مرحبا بهم يحييهم الله، سواء يزورونا في الهيئة ونرحب بهم نحن، وكذلك إذا عندهم استفسار ترى جميع نقول قنوات التواصل متوفرة اللهم لك الحمد، وممكن أن يتواصلون بها جميعها. صحيح، وهذا دليل أن أهمية الموضوع اللي انطرح وأهمية المنصة خاصة استفسارات الناس، نفس أنت ما قلت يعني استفسارات كثيرة وتفاعلهم كثير بخصوص هذا الموضوع، لأهميته واهتمام الناس كذلك فيه. هذا اللي ارتئينا ولمسنا صراحة في معرض جاتكس، وتحسين أن الناس تحب مثل ما تفضلتي أنه يتطوعون بس مو بعارفين وين وش قايل، هل هذا الشيء متوفر وهل هذا الشيء مو متوفر إلى خلافه. فاليوم يوم بطلاق المنصة هذه عرفوا وين يلجؤون وعرفوا شو المناسبات، أو خلنا نقول بتصنيف معين المبادرات اللي يبون حتى هم يتطوعون فيها. في شخص مثلا ميول طبي، في شخص ميول اجتماعي، في شخص ميول بيئي، فهو بيشوف الميول اللي هو بيكون عليه وهو بيختار بروحه، لا حد بيغصبه، لا حد يقول لي لا لازم تشارك في المبادرة أو تشارك في هذه الفعالية بخصوصة، لا هو يشوف اللي يبى يختار باليوم بالوقت، يعني مفصل بيكون إن شاء الله في منصة التطوع يوم بيدخلونه بيشوفونه، فهي بتكون مفتوحة وإن شاء الله بإذن الله نحن نرحب بالمتطوعين إن شاء الله في هذه المنصة. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. السيد صفوان عبيد السويدي رئيس قسم إدارة الاستدامة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مشكورة في جزاك الله. نتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية. الجميع إن شاء الله. شكرا لكم. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه آخر فقرة البرنامج بخصوص منصة التطوع الإلكتروني، وندعوكم مرة ثانية لزيارة معرض جايتكس ومطالعة ونشوف ونتعرف على أكثر التطبيقات اللي موجودة عندنا كذلك في هيئة الصحة بدبي. وصلنا لنهاية البرنامج، أشكر فريق العمل وياي في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.